إذا تفضل الشيخ. أيوة نعم إن شاء الله. يعني يوجد فرق نعم مختلفة في كل مكان. نعم عندما دخلت للإسلام لازم عرفت أن هناك فرق ضالة. أيوة. نسأل عافية. أيوة هكذا. نعم لكن الحمد لله في مصر وجدت يعني عقيدة صحيحة. من يعلمك العقيدة الصحيحة؟ عقيدة من؟ عقيدة أخذنا من هذا كتاب يسمى عقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية ما شاء الله. عقيدة الطحاوية ما شاء الله. ما شاء الله درست درستها. درست هذا الحمد لله. عقيدة الطحاوية حتى انتهى الحمد لله. ووجدت يعني شيئا يعني جميل جدا. ما شاء الله جميل جدا. والآن حتى إذا 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 إن كنت أدارس يعني في هذه الأماكن. نعم. مكاني. نعم. أدارس بالنسبة يعني عقيدة طحوية. ها التي درست العقيدة الطحوية. أيوة ما شاء الله. وكذلك بالنسبة لكتاب التوحيد. أيوة. أصول ثلاثة. أيوة نعم كذلك درسنا أصول ثلاثة. ما شاء الله. لكن في مدرسة آخر. في مدرسة أخرى. مدرسة. نعم. أندلس. ما شاء الله. وأيضا كتاب التوحيد. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. كيف وجدت كتاب التوحيد؟ هاي يوجد في كل مكان. اشتريته وذهبت إلى شيخ. نعم. وقلت له أريد أن صعير في هذا الكتاب. سبحان الله. والحمد لله من أولها إلى آخرها. ها درست كتاب التوحيد كامل. كتاب التوحيد كامل. ما شاء الله. وكذلك كتاب يعني أصول الثلاثة. الأصول الثلاثة. وأبدأ. أوكي. و على هذا الكتاب يسمى عمدة كيف عمدة تعرفه عمدة الفقه. ايوه في الفقه. في الفقه. ايوه نعم ايوه تمام. عمدة. ايوه ما شاء الله انت تدرس الان على عمدة على طريقه. ايوه لكن ما خلصت ما انتهيت. ما انتهيت. ما انتهيت. نعم ما زلت يعني في الطريق هذا. ما شاء الله. اذا الحمد لله عقيدة كن انا احب عقيدة قوي. نعم عقيدة جميل. نعم والحمد لله وجد الحمد. أسأل الله يثبتنا وياك يا رب. آمين آمين على العقيدة الصحيحة. آمين يا رب. إذن جزاك الله خير. أيوة.